وبلشنا بالموسيقى الهندية. هلأ رح تعرفوا ليه حطينا موسيقى هندية، بس قبل هيدا كله اليوم آخر حلقة قبل شهر رمضان المبارك، ورح نرجع معكم هي وهو مع برنامج عالسيف بعد رمضان. وحبيت أشكر كتير أتولي نجوى الفضلي لبورجوازي وتيد بيكر يلي اهتموا بلبسي، وكمان صالون مشاعر عجيل. أنا سازدال رح كون معكم لمدة 40 دقيقة مع هي وهو. خلينا نسمع شوية موسيقى هندية بعد، يلا شوي لنبدأ المقدمة. الو، لشو هيدي الموسيقى الهندية؟ هي مستوحاة من موضوع حلقتنا اليوم يلي هو الرجل وافلامه الهندية. الرجل عنده كتير افلام قبل الزواج، خلال الزواج، ما بتخلص افلامه. اليوم رح نعرف شو هي الافلام، ورح يكون عنا ضيوف، واول ضيفة موجودة عنا هي الفنانة امل العنبري. هلا رح نرحب فيها مع الموسيقى كمان الهندية. اليوم انا مغنجه حالي ولابسه فستان، على فكره اول مره البس هيك فستان، بس يمكن لانه نهايه الحلقه، نهايه البرنامج بالسيزون الاول. اول شيء شكرا لك امل عنبري موجوده عنا اليوم باستوديو. خبرينا شو صار عندك افلام هنديه؟ اكيد كل بنت صار معها فيلم هندي من زمان، هلا وهي صغيره. تذكري لك شي فيلم هندي؟ يعني هو اعرف افلام هنديه وايد سمعت لهني، أوكي. بس انا صعب بيصير معي. طيب قولي لي شو صار، شو عرفتي؟ يعني سمعت وايد قصص انها مثلا على حسب، يعني شوف الريال اللي ما يحب يواجه يسوي فيلم هندي، اوكي، بس اللي يحب يواجه عادي يطق الدنيا بطفى ويسوي يعني بيواجه. ضعيف الشخصية بده يخلص من المشاكل. آه. اكيد شوفي الافلام ضعف هذا اكيد، اوكي، او تفادي الخراب البيوت. ساعات يبي شيء هذا وما يبي يخسر بيته، أوكي. فيسويهم الاثنين فيطلع بفيلم. يعني هو بيكون بحسن نية؟ ما لها علاقة بحسن النية أو سوء النية. يعني ممكن يعمل فيلم هندي لأنه هو بده يعمل شيء غلط مثلا. مش ضروري يكون غلط. مثلا عم بحكي أنا. شوفي ساعات في ريايل يسوون أفلام هندية وأنا أعذرهم، لأن اللي تكون عندهم بالبيت يعني حنة ودعلة. فمعذور يا يسوي لطيف. فيلم. لا صدق معذور يسوي فيلم هندي، حرام يعني، هو بالنهاية إنسان. أوكي. بس هم لا يغتفر، يعني صارحني او خليك قد هذا نحن هلا رح نكمل معكم مع الافلام الهنديه والممكن يعملها الرجل. هنشوف تقرير وبعدها رح ينضم ضيف عنا، الضيف رح اعرف عليه لما يوصل الاستوديو. خلينا نشوف التقرير. ورجعنا معكم من جديد، وموضوع الحلقة هو عن الرجل وأفلامه الهندية. شو ممكن يتصرف لما يكون مثلا مثل ضيفنا اليوم مرته قاعدة خلف الكواليس وخبرتني شغلة وقالت لي بليز خدي لي حقي منه. هو ضيفنا محمد الصفي، مرحبا. والله والله شلونك؟ قول أنا ولا أنت تقول. عن شنو؟ هلأ شو حكينا نحن جوا؟ لا يا قول انت احسن ما انا. لا لا انا ما مداني اسوي افلام هنديه، انا تزوجت. لا لا انت عامل فيلم هندي هلا. لا مو والله، لا والله لازم اسافر، شو اسوي؟ قايل لك اول ما كلمتني قلت لك مستمر اسافر. هو استاذ دكتور محمد الصفي هلا مسافر على اليونان 8 ايام، وهي حابه انها تروح. الفيلم الهندي شو هو؟ انه هو رايح شغل عند تطوع. تطوع رايح هو صدق. هلا يعني ما فيك تاخذها معك؟ لا بس انه الحين تقولون ريال يسوي افلام هنديه، ايه؟ بس المره تسوي افلام ساي فاي اللي هي خيال علمي تسوي مثلا. هي تسوي في طبعا الي نحن بنشغل الايماجينيشن على القليل، انتم عم تعملوا كوبي بيست. هي بروحها تحط عندها سيناريوهات وهي بروحها تسوي مثلا. شو بتعمل مثلا مدامتك؟ يلا رنشوف. وتي تسوي لنا قصه في البيت زين.
انا مالي شغل يعني. شو هي مثلا؟ هي تسوي سيناريو بروحها. مثلا اعطيني سيناريو. يلا. وايد سيناريوهات. اعطيني يلا السيناريو. هي موجودة هنا، انا خايف. يلا لا قول. قول سيناريو بتعمله. يعني ممكن يبدر مني تصرف انا بحسن نية غير قصد. تصرف عادي يعني، وهي تتخيل شغلات معينة. ايه تخيل، احكي لي التصرف والتخيل. تبي تبطل جر بس ازد يعني. لا يعني مثلا خصوصا مثلا في امور بالسوشيال ميديا تصير، ان ليش ليش نزلت هالفيديو مثلا، ولا ليش صورت بهالطريقه، ولا هذا عادي ما كان مثلا في العياده وصورت انه. طيب وشو السيناريو اللي بتعمل لك الخيال على الصوره؟ اي انت قصدك سويت كذي علشان مش عارف ايش، ولا علشان هذا القصه. لا بس هذا الفيلم معذور عليه، هذه غيره، وغيره حب شيء يعني بهالزمن نادر. اي بس 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 سوت شيء مو موجود. انت ما تشوف. طب هو فعلا مش موجود محمد؟ لا هي تشوف شيء ثاني. المره تشوف شيء ثاني. يا ريت لو تنضمي لنا. تنضمي لنا ما بدها. اوكي. لا ما ماكو شيء، الحمد لله رب العالمين. احنا كم صار 16 سنه متزوجين ما شاء الله. يخذ العين ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. الله يخليكم لبعض. مشكوره، مستقرين وكل شيء اوكي، بس لازم شويه افلام. ملح الحياه الافلام. لازم شويه افلام. ملح الحياه شو؟ الافلام ساعات حلوه. هلا انت قبل ما احكي معك امل، بدي احكي معك كدكتور سنين، هلا انت كيف صار يعني الاندماج بين السوشيال ميديا؟ يعني صرت انت كثير بالسوشيال ميديا وبالاسنان. بالنسبة لي أنا كان موضوع وايد سهل وبسيط، مجرد توعية اللي تعلمتها قاعد أنقلها للناس. اللي أتوقع أنا بس اللي فادني أكثر شيء إن أنا من الأوائل الناس اللي استخدموا السوشيال ميديا بالموضوع. يعني في ذاك الوقت كنت أنا يمكن الطبيب الأسنان الوحيد، وكانوا فيها أطباء ثانية، تخصصات ثانية يعني بلشوا في التوعية هذه. فأعتقد هي المسألة ما فيها إن أنا بديت مبكر، بس لا أكثر ولا أقل. الحمد لله رب العالمين. نرجع لموضوع الأفلام الهندية والرجل. إجمالاً الأفلام الهندية بتختلف بين الرجل الأعزب والرجل المتزوج. أكيد. شو ممكن يختلف فيه؟ ما أدري، أحس المتزوج الفيلم يكون متعوب عليه أكثر. مخطط له يعني. إيه مخطط صح عشان ما يخسر شغلتين. بس الأعزب عادي يعني. كيف يعني؟ أقصاها يطقها بالطوفة يعني، ما مو فارقة وياه. يعني طب انت محمد كرجل متزوج، شو ممكن يعمل الرجل افلام هنديه المتزوج من اصحابك؟ انا اكثر شيء خبروني لما بده يسافر. هو لازم يسافر يعني مثلك اليوم انت يعني مثلا يعني مصره. انا جد اكثر شيء خبروني دائما هي موجود داخل. اقول له دائما انا عندي واحد من الربع اللي هو اللي دائما اسافر معه. فهي تعرفه، فاذا اذا اذا جيت بسافر وحسيت انه هي ما راح ترضى وشي، بقول لها انا بسافر مع يوسف. ف يعني هلا هو قدامك يعني. انه خلاص تدري انا مع يوسف خلاص اوكي. مرات ما اكون مع يوسف بس غالبا مع يوسف. انت اشون انت هالكلام ولا كان انت برا؟ اليوم مو مع يوسف اليوم. لا دام موجود تدري ترى اليوم مو يوسف، مو موجود. خبرينا انت امل كدراما كويتيه وك انت كفنانه كعلاقاتك مع الناس، شو اكثر شيء بتحسي الافلام اللي بخبروك اياها البنات؟ انا ما احب يعني احب المواجهه واحب الصراحه. اي بس شو اكثر الافلام اللي كثير قصص يعني لما يصير الشخص وايد حساس وياخذ الدنيا من زاويه واحده تلقينا وايد يتعب. انا اتوقع الحين الموضوع الافلام الهنديه خلاص عرفوها البنات يعني مو نفس اول يعني كان يعني اتوقع الحين بدات تتكرر سيناريوهات مع يعني مرات وايد، فاتوقع المفروض البنت تصير فطينه. يعني شو اكثر سيناريو بتحس البنت لازم خلص تقول انه هيدا فيلم هندي؟ اكثر سيناريو يعني ما ادري يعني اكثر سيناريو يتداول بين الرجال سالفه السفر يعني. شو انت تسافر مهما يعني مهما يكون الزوج مرتاح بحياته، مهما يكون مستقر وكل شيء، لازم يبي وقت مع ربعه، لازم يبي وقت يسافر مع ربعه وهذا. طب هو ليه بيضطر يعمل سيناريو؟ لانه ما تفهم الزوجه ان انا بسافر مع ربعي، ليش ما تسافرنا احنا؟ انا الحين مزاجي اني اسافر مع ربعي بهالبساطه. صحيح انا شخصيا مو كثير السفر مع ربعي، بس انه لازم مرات تسوي لي فيلم. اي لا هو شوف لما يقول لي انا مزاجي اسافر مع ربعي بقول له سلامتك انت ومزاجك.
عشان شيء يعني فيلم. لا انا اوكي انا عن نفسي تمام، بس انه لا ياخذ الشغله من منظور مزاجي، لان اذا بسوي شيء بمزاجي ما راح تتقبل انت. يعني عقلك كرجل شرقي هالقد مزاجك انت حر، بس انا اذا بسافر مع رفيجاتي لا اخاف عليك. ايش معنى؟ عشان شيء يسوي فيلم او لك بس انا عندي اجتماع في دبي. المراه هي ليه بترفض انه الرجل يسافر برا؟ هل بتعتقد قله ثقه بالرجل؟ لا اتوقع بالنسبه لي انا ادري ان زوجتي تبي دام ان انت عندك وقت وتبي تسافر تستانس، انا ابي وناستي معاك او ابي وناستك تكون معي، انا ادري بهالشيء. بس انه في مرات انه لا، يعني مثلا خصوصا السفرات اللي يكون فيها لازم شباب، بنروح نشوف مبارات ولا مسافرين شغله معينه وهذا. طب بامانه لما تسافروا بس شباب ما بيصير في قصص هيك؟ قول الحقيقة. والله يعتمد على الشباب أمانة. قول الحقيقة. والله يعتمد على الشباب. أنا بالنسبة لي الحمد لله رب العالمين تحت الطوفة. إيه. فما ما ما عندي ما عندي سؤال صدق؟ لا. لا شوف، هو فيلم السفر خلاص عرفناه. السفر خلينا نقول خلاص قاس تذكرة ورايح ديرة ثانية. إنزين الشاليه؟ مو شاليه. الشاليه كمان أنا بعرف بعد الرجال، في واحد خبرني بس يروح الشاليه ممنوع مرته تدق له اساسا. بقول له شاليه الديوانيه مع الشباب وهذا، بقول له انه انا هاليومين لا إلي. هي شو بدها فيه اذا هو هيك؟ لا مبلا، شوفي صحيا للعلاقه بدك انت يومين صحيا يعني هي تغيب وهو يغيب. ممكن بالشهر يومين يعني بس مش كل اسبوع. لا مثلا انا عندنا قانون في البيت انه يوم السبت، هذا يوم السبت لي انا بس، لان في مباريات فيوم السبت لك معروف. انت اي معروف يوم السبت وقت المباريات ما حد يكلم. انزلوا ايام الدوري يصير سبت وشنو بعد؟ يصير سبت واحد وثلاثة واربعة. فايام المباريات وين بتكون في هذا يوم السبت؟ غالبا بالديوانية، غالبا نتجمع احنا كلنا عشان نشوف. واذا دقت لك وترد عليا؟ والله على حسب الجول. احنا شوفي بعد 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 16 سنة زواج صار في اتفاق. ايه كمالي شو اتفاقات لاحظتي؟ الاتفاق يكون اذا تبي مني شغله مو ضروريه كلميني واتساب. اذا شغله شويه ضروريه اذا لازم ارد كلميني مسج، اذا شغله جدا ضروريه خلص التليفون. يعني برايورتيز هم درجات. اي حتى بالعياده، يعني بالعياده ما تدق علي الا الموضوع انه تتصل علي تليفون، يعني معناته انه لازم اهد اللي بيدي واشيل تليفون. زين سؤال، تسوي نفس الشيء معاها؟ تعطيها يوم بالاسبوع وما تدق عليها كل مكان والله انا من هالديمقراطي، يعني خليها حتى اذا تبي تسافر يا رفيجاتها تسافر. طب انا بس عندي سؤال، امتين قعدتوا هالقعده وقررتوا هالقرارات؟ يعني كيف صارت القصه؟ عشان اكون صريح احنا ما قعدنا قاعده واتخذنا قرارات. انا قلت انا ابي 1 2 3. شو السبب؟ صار قصه اكيد. لا يعني مثلا هو كل اللي صار وجودي في العياده، ان تتصل على تليفون، خصوصا انا دخلت العياده اكون موجود في العياده 6 7 ساعات. فلما اني الاقي ميست كول وشنو، فاحس ان الموضوع شيء كبير. بعدين طلع شيخ انا شو بدك تاكل اليوم؟ يطلع ماكو شيء بالضبط. اي شو بدك تاكل اليوم؟ وعندي اتفاق ثاني، انا اذا بتدز لي كلام طويل كله بمسج واحد، ما يصير تدز لي 6 7 مسج. دونالد ترامب قاعد يمي حسيت. بس يعني هذه دزيلي مسجات على حسب الاولويه وصيغه قصيره، لا تكون طويله لو سمحتي. انه مسج واحد ما يصير، يعني مثلا ما يصير دزلي 16 سطر. كلمي السكرتيره اذا ما في. طب اماني انت بنظرك هل المراه اللي بتحب الرجل الزياده عن اللزوم هي اللي بتوافق على هذا الشيء؟ لا انا اعتقد هم مساله، بالنسبه لي انا شوي مساله منطق، ان احنا يعني عشان نتفاهم مع بعض 1 2 3 وخلاص انتهى الموضوع، ما له داعي تعقيدات وهذا. طيب نحن حنرجع معكم، وهلا امل انت مفروض هلا نعطيك السبيس، حنطلع بريك ونكمل معكم حبيبتي. ورجعنا معكم من جديد، وموضوع الحلقة هو عن الرجل وأفلامه الهندية. السيدة زوجة دكتور محمد الصافي أنا بوجه لها أحلى تحية، لأنه عن جد يعني متحملة شيء أنا بعتقد أنا شخصيا ما فيني أتحمله. لازم أنت تعمل لها شيء بالبيت عن جد، دائما مش رح تلاقي. والله شوف أنا دائما أقول لها أنا متأكد 1000000% أنه ما في ولا إنسانة بالدنيا تتحمل، وأنا كمان هي الوحيدة أنا اللي تتحمل. متأكدة كمان ما في، أنا متأكد ما حد يتحمل شخصية الله هي صراحه. لما نزلت موضوع على سناب سالت الناس يبعثوا لي شويه انه هيك ارائهم عن الرجل
وافلامه الهنديه. بعد هالتعليق التعليق قبل الزواج لما يكون بده يتهرب انه يرتبط مع بنت، اول شغله بيقول لي اياها اهلي رفضوا بدهم يزوجوني. هذه ما في ريال اللي يسويها. ما في شو؟ ما في رجال يعمل هيك، اذا هو ريال اوكي وشاريها بالعكس يتعب على اهله ويقنعهم بكل، يعني مو شرط حرب بس ما يسويها الا الريال اللي هو يعني خلص او هو ما يبي. بالضبط. هو ما يبي يعني، بس هو ليه ضيع وقته معي؟ يعني هذا فيلم هندي يعني. لا مش ضيع، هو الريال لو عليه ما يتزوج، حريته عنده مقدسه. عملنا نحن حلقه عن عزوف الرجال عن الزواج، بس انه شو ما ادري يعني، مش من الكلام اللي اسمعه من الشباب يعني، سوري بس ان البنت الكويتيه دراما زياده عن اللزوم. فيحاولون ان الموضوع انه دراما يعني. شو ممكن خلاص تعمل صارت الدراما مقابل الافلام الهنديه فتمام تصير المفروض يعني خلاص. يعني هو بيعمل فيلم هندي لانه هي دراما؟ انه بس خلاص انه بس انه ما يبي يعني، مو شرط انه يبي يرتبط يعني، ما ادري يعني. طيب وشو الدراما اللي بتعملها البنت؟ يعني شو ممكن تعمل؟ قصة لو يعني ما ادري يعني، يعني 24 ساعة لازم 24 ساعة يسولف بالتليفون، وين رايح وين جيت وما ادري شنو. ايه يعني انا كريال ما احب احد يقول لي وين رايح وين جيت، يعني ليش وين رايح؟ طب ما انت على فكرة ارتبطت صار في بارتنر بحياتك. اي بس انه مثلا اذا انت يعني مثلا لما زوجتي تسالني وينك؟ شو الفائدة من السؤال؟ انا بالنسبة لي اطمن. شو الفائدة؟ لا تبي تطمن. في مشكلة في الشيرنج سكيرنج. لا بس انا فيك شيء؟ لا ما في شيء، طمنت. إيه ليش وينك؟ انا بالنسبه لي انا سؤال مو منطقي. وليش تسالها وينك؟ انا ما اسالها وينك اكيد. هي اكيد اسالها متى بتين؟ متى بتردين؟ وينك؟ ما ادري يعني. انا شوفي انا معاه بس انا ضد شيء واحد، الشيء اللي ترضاه على نفسك ارضاه عليها. يعني ما تبيها تسالك وينك لا تسالها. انا ما تبيها تحن يعني. عليك لا تحن عليها. بس انا بدي اقول شغله، ما هي تبي حريتك عطها حريتها. العلاقه الزوجيه هي شراكه بين اثنين، يعني حلو انه نعرف كل شخص وين رايح شو عم بيعمل. هي على فكره مش امر او شيء، هي شيرينج. هي انا شوف حبيبي انا رايحه هالمكان، انا علاقتي مع زوجتي قدر ما احاول اخليها بسيطه تكون بسيطه، ولكن في امور صح في امور تكون شويه سوء تفاهم، ولكن مع الايام قاعد نتفاهم مع بعض، نفهم بعض زياده وزياده وزياده. فالحين المشاكل اللي كنا نمر فيها قبل 10 سنين الحين غالبا ما هي موجوده، خلاص بدينا نعرف بعض ونتفاهم مع بعض بسهوله. افلام هنديه مو موجوده، بس افلام الخيال العلمي موجوده الحين. لهلا موجوده. اوه كل يوم. بس انا بدي افهم شغله قبل ما نحكي عن موضوع الشاب، عن موضوع ثاني. ليه قلت عن البنت الكويتيه دراما؟ يعني تسوي سوالف من ولا شيء مثلا، يعني نفس ما قلت لك مرات، يعني مرات يعني حتى مع زوجتي مرات تصير امور مثلاً انا اشوفها ما لها داعي. يعني مثلا على سبيل المثال، ليش وحده جابت لك هديه العياده على جنسانها؟ كانت هذه دراما، وايد دراما يعني. على جنس ثاني بتزعل من وراها؟ بتزعلي إيه تزعل من ورا الهديه؟ لا صدق لا، انا الحين انا اللي بوقف له. هذه دراما. اي يعني مثلا واحده عارفين يعني، لا واحده اسنانها كانت حيل تعبانه إيه؟ وتعاني يعني ابريشيشن جابت لك اياها. لا ما يخالف، نقلنا حياتها من الى إيه؟ اقل شيء تسويه انه تجيب لنا هديه يعني. خلاص مدفعت فلوس، يعطيها العافيه، لا تجيب هدايا. لا بس لا تجيب. بس هذه شيء حسي. شو جابت لك؟ حتى لو شو جابت لك؟ ما ادري وايد. شو يعني شو جابت لك هي؟ ما ادري وايد. لا هي هيدي شو جابت لك؟ جابت كرفته ولا السكارف؟ بعد اي واحد كمان. يعني سوري ترى الهدايا لها 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 معاني. شو معنى عمل السكارف؟ هذا السيناريو اللي قلت عنه خيال علمي. لا مش سيناريو، نحن البنات نشوف اشياء بغير طريقة، حركات البنات. احنا نشوف الامور بزاويه ثانيه، لان بنيه اللي جايبت لك يعني تجيب لك كرافات عايشه بفرنسا، ولا عشان كل ما تلبس الكرافات تتذكرها مثلا؟ doesn't make any sense. يعني ما في جبت لك ورد تشوكلت؟ والله انا بفهم في ورد في تشوكلت في كذي في اي، بس انا اللي بيجيب لي سكارف والله بفهم انه يبي رقبتي. طيب هلا انا بدي افهم شغله، هلا الدراما اللي عملتها هي اللي بتخليك تعمل فيلم هندي؟ والله قلت لك انا بالنسبه لي ما اسوي فيلم هندي. انا لا ما انت اكيد اخترعت لنا شيء. لا قالت لي من هذه؟ قالت لي من الله شنو هذه؟ قلت لها مراجعه جابت لي اياها. ليش جابت لك اياها؟ لان على جنسانها. ايش معنى جابت لك انت؟
املكي ما ادري انا لان انا عالج عصب وكل الناس. طب وهي كيف تعرف جبت لك هي؟ انت بتجيبه على البيت ولا بتصوره سناب وانستغرام؟ الاثنين اجيبه البيت انا. انا سيده اصور سناب مرات يس. شو تقول ثانك يو؟ حشني على السالفه كلها. انا متحمس. انا بس بليز بدي اقول لك شغله، نانسي عجره متزوجت دكتور الاسنان كان يعالجها. الحين بعد مسافر انا انا سيناريوهات في القصه يا لابد بسيناريو ثاني. لا انا احس الله يتمم عليكم تجاوزتوا هالمرحله، بس هي صدق كل شيء في الحياه له معنى، يعني حتى الهديه لما بيبقى عارف شنو قايل. اي بس انه بس انه بس انه هديه يعني يعني على قولتهم it shows appreciation ان انا appreciation بس حسب شو نوع الهديه. الهدايا كاتيجوريز يعني انا في الحياه لدلاله يعني هذا الشيء. ليش 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 التعقيد في التفكير؟ يمكن هي اللي جابت هديه شافت شغله عم تسمعنا هلا هي ما ادري بس انه بس انه يعني مثلا مثلا وهي هذه مثلا يعني هي كانت بلندن لما عاجل سنه كانت راح جبت لك اياها من لندن يعني جابتها من لندن. اي ام انا بحاجيك بالفكر العقل مال الريل ما راح اتكلم ايموشنال. اي بس انا انا شفت شيء استحليته حق شخص معناها اي كود ايماجن يعني اجيب لك كرافات اتس تو برايفت يعني فاهم. لا بس انه بس انه عادي يعني يعني مثلا هي كانت في المحل شرت شغلات او ليه تذكرتك يعني غيرنا اسنانها من ليه تذكر يه انت ما وظيفتك هاي بس انه بس انه واحد ولا عمل له هديه. اي بس انه بس انه يعني اكيد انه اكيد انه النتيجه وايد عجبتها فاستانست. طب خلص ما راح نفتح كثير الموضوع احسن ما نعمل لك مشاكل. انت رايح طياره هلا؟ لا لا شو اني مسافر الحين انا ما راح اصير شيء اليوم الله يساعدك اليوم انا هلق بخليه يطير. طيب خبرنا سادي هلا انا كمان لما جاني كثير على سناب شو في ناس قالوا لي خاصه المتزوجين هلا السنجل عاده ما بتعتبي عليه يعني اذا عملت شيء وخلص سنجل بالنهايه، بس المتزوج ممكن تلاقي ثلاثه اربعه مستاجرين شاليه وبيروحوا بيقضوا يعني الويك اند هونيك وبيبعد يعني ما بيكون بتواصل معه ولا مرته. بتكون هي مثلا بهالوقت زوارات مع اهلها، هي بتهتم بالولاد. هيدي الافلام اللي طبعا هو ما بيكون قايل لها انه مستاجر شاليه بيعمل لك. لا هذا مصيبه اذا مو قايل. نظره المجتمع حق هالشيء تخليه يقول هالشغله. ممكن يكون هو ما عنده شيء رايح كذي، بس انا عن نفسي انا ما احب اني ابات برا البيت شخصيا. بالنسبه لي خصوصا لان عملي ساعات عملي فتره طويله فاحب اذا لقيت لي وقت ان احاول اقضيه مع البيت، احاول اقضيه مع عيالي قدر المستطاع. بس انه نظره الناس حق اللي مأجرين شاليه ولا اللي يروحون يقعدون بشاليه شباب وهذا نظرتهم قد يكون مو مسوين شيء، ما عندهم ولا شيء، بس نظرتهم مو زينه فيضطر انه يسوي الفيلم هذا علشان شو الفيلم اللي ممكن يعمله؟ شو بيقول لها؟ انه ما يقول لها انه مأجرين شاليه ولا ما يقول لها ان انا رايح الشاليه ولا مثلا هذا. تذكرت هلا في شاليه في المعد تبع البرنامج عندي خبرني قال لي صدق انه هو في زوج بيشتغل بيكون اوقات عنده دوام ليلي او بيكون محجوز او وات ايفر يعني، فبيقول لها لمرته انه هو محجوز يومين وبروح بسافر البحرين. اي يعني تخيل يقول لها انا بسافر البحرين، بتقول له ليش بتسافر يعني؟ اي يعني لو بتقول انا بسافر البحرين ليش بتسافر البحرين؟ ما بيقول لها ايه بيصير قصه ولو هذا، فعشان يتجنب عوار الراس يسوي له فيلم. بس انه يعني هذا شيء طبيعي ك انا علاقتي فيها صراحه اتوقع انا علاقتي فيها صراحه زياده عن اللزوم في مرات لدرجه انه صراحه تاذيها وتضايقها، بس انا افضل اكون صريح ولا اني اسوي فيلم هندي انا شخصيا. هل الصراحه بتحسيها هي بتبين علاقه صحيه انه الرجل فعلا ما عم بيخون وما عم بيضايق لما يكون صريح، ولا بلاقيها حجه كرمال يعطي الثقه لمرته؟ لا في حالتين في الصراحه، الصراحه اللي تكون تبني من خلالها جسر ثقة مع الطرف الثاني تمام، بس الصراحة اللي هي قريبة للوقاحة اللي هي والله كيف أنا بسوي هذا الشيء عاجبك ما عاجبك كيفك، أنا ضد هذه الصراحة. يعني صارحني بأسلوب راقي مثل ما تبيني أنا أصارحك. أما إذا راح تصير صراحة اللي والله كيفك بالطقاق لا أكيد لا ما يصير كيفك بالطقاق. بالنهاية هي إنسانة يعني إنسانة لها احترامها. يعني أنا ما أشوفها هي بس كزوجة، أشوفها كزوجة، أشوف عمي عمتي اخوانها، احترامي لهم، احترامي للبيت، العائله كلها. انا اخذت انسانه من بيت مو شو اسمه. يعني هلا تنختم معك محمد الصافي، هل الرجل لما يعمل فيلم هندي هو بسبب المراه؟ اتوقع بسبب حنه المراه تو بي سبيسيفيك. شو انت امل؟
يعني للأسف إيه. يعني كمان إيه. حتى لو المرأة فعلا عادية معه ما في، المرأة الذكية ما توصل ريلها مرحلة تسوي أفلام، بس أوقات هو بيعرفها أنه هي ما بتحب هالشي فبيضطر يعمل فيه. إذا ذكية وحايفتها ما راح، ما عنده مجال يسوي أفلام. يعني تصطاد له أفلامه ساعات، أيام فيها شيء ناقص ومو راضية تواجه النقص هذا اللي فيها. خلينا نكون ريال، ليش بينحاش ويتكلف ويصرف ويسافر ويأجر إذا هو مرتاح ببيته؟ للأمانة يعني ليش بيسوي كذي؟ ما تكلف، ما أروح، ما سافر، ما سوي ولا شيء، ليش ما مرتاح؟ لا صدق يعني الريال بس يكون مرتاح ما يسوي هالأمور، بس يلجأ للأفلام لما يكون طرف طيب ثاني فيه. قبل ما أختم، هلأ الرجل يعني مفهوم الراحة هو مفروض لما يتزوج أنه يفكر بطريقة خلص يترك حياة العزوبية نهائيا، يفكر بحياة تأسيس عائلة وأسرة. صح، إحساس المسؤولية مهم جدا أنه يكون عنده إحساس مسؤولية، بس أنه في أمور المرأة تعتقد أنها هي عزوبية وهي مو عزوبية. لما أكون أنا أبي أكون مع ربعها مو عزوبية، أنا أبي أكون مع ربعي. لا أكيد، وحتى هي كمان بتكون مع، حتى هي صح إيه يعني يعني هي بالنسبة لها، هي لها يوم في الأسبوع مع صديقاتها، هذا يومها في الأسبوع، أنا لي يوم في الأسبوع مع ربعي، لي يوم في الأسبوع إذا أنا نفس سافر. اليوم السبت؟ لا هي الأربعاء غالبا. فهي لها يوم، وهذا انا اتفهم هالشيء لان صدق هي محتاجه تكون مع صديقاتها. وممكن تسافر هي مع اصحابها؟ سوتها يمكن مرتين، راحت لندن مره ودبي مره. اوكي. ما انا ما عندي مشكله يعني. لا شوفي، ساعات في حريم لما يتزوجون تصير تشوفها وايد اشخاص، ترى هو بالنهايه بارتنر. يعني عرفتي، لا طاقه تصير تشوفها ابو اخو وعم وسايق، لا فهمت يعني، لا لا تقلين عليها الكثر، هو نفسك يعني تعطيه سبيس خاصه لأله، لا تكلفينا اكثر من طاقته. حتى هي تحتاج، لا تكدشينا يعني. هم هي ما تبي يكون انا مجاب لها 24 ساعه مينيمم، هم هي تبي تروح تطلع تبي تستانس، ولا الملل يصير. والله انا قاعد مع واحد 16 سنه الحمد لله، يعني وايد يعني صعب اذا ما في هذا السبيس والفتشة وكل واحد يسافر كل واحد يسوي. يعني هيدي السبيس هيدي هي اللي عطت نجاح العلاقة طبعا. بس ليكي سبيس، بس اكيد في ثقة بيناتكم. اكيد هيدي اهم شيء. خلص انا اذا واثقة فيك روح. اوكي هلا نحن مرق الوقت بسرعة. شكرا لك محمد الصفي، انا بعرف انه عندك طيارة هلا رايح لليونان، في اللاجئين السوريين يعني. يس، في هناك في عيادة اسنان في احد المخيمات في شمال اليونان، فرايحين ان شاء الله ثلاث ايام. راح تهتم لهم بالتنظيف اسنان وتشيك اب، راح نسوي لهم، لا راح نعالج، بس اغلب العلاج راح يكون علاج امرجنسي، ما نقدر نقدم علاج لان ما في امكانيات، فبنروح نشوف ان شاء الله ان شاء الله نقدر ان شاء الله خطوه حلوه هلا قبل رمضان وبرمضان انه عم تعملوا هالعمل الخير. شكرا لك محمد الصفي، وان شاء الله رحله حلوه وحياتك مع زوجتك تستمر وتكون احلى واحلى. شكرا لك. شكرا لك امل عنبري. نحن انا بتلاقوني من بعد رمضان، اليوم كانت الحلقه خفيفه مهضومه شوي، نرجع لمواضيعنا الثقيله من بعد رمضان. انا سازدال بقول لكم باي باي، وبعد شوي رح يجي لعندكم فيصل وغنيمه.